يعشق الإسبانيون مهرجاناتهم الدينية، وكل عام يعم أحدها المدن والقرى محتفلاً بالتاريخ المورسكي لشبه الجزيرة الأيبيرية، حيث يرتدي سكان أزياء المورسكيين أو المسيحيين، محاولاً كل منهم إظهار تفوقه على الآخر من حيث الثروة والفتنة. سواء كان الصراع يصور فتح المسلمين إسبانيا في القرن الثامن أو إخراجهم منها أثناء الفتح المسيحي، يبقى أمراً يعتريه الغموض، لكن الجلي هو الإرث المعماري الذي خلفه المورسكيون، والأكثر غموضاً هو ماهية الأمور الأخرى التي يجب أن نشكر المورسكيين عليها. هناك أمور كثيرة نعدها من المسلمات في الغرب المعاصر والتي ترجع لإسبانيا المورسكية، بدءا بالورق والقطن والبرتقال والليمون. يتراوح إرث المورسكيين في حقل الطب من شرب عصير الليمون إلى مفهوم أن يكون المرء طبيبا. جلب المورسكيون معهم كذلك علوم الفلك والموسيقى والفلسفة والفيزياء والرياضيات. لا يمكن تصور الرياضيات لدى مسيحي الغرب في القرون الوسطى دون ما نقله المورسكيون لهم. كحال المفتونين بالملكية المشتركة التي تكاد تكون خيالية، حضر المسلمون مدعوين. كان قادة إسبانيا الجنوبية من القوط الغربيين في صراع داخلي، فدعا أحدهم المسلمين من شمال إفريقيا لتقديم العون، فقدموا وسووا الخلاف، فأعجبهم ما رأوه ولم يغادروا. ثم حضر جيش من 18,000 مقاتل واستولى على إشبيلية. لم تكن تلك إلا البداية، فسرعان ما بدأ الأمازيغ الذين اعتنقوا الإسلام بإضفاء طابعهم الخاص على إسبانيا. فحيثما وجدت كاتدرائية نصرانية تم استبدالها بمسجد إسلامي. لقد قاموا بذلك بدءاً من إشبيلية، وامتد الأمر وصولاً إلى قرطبة أعلى النهر، وقاموا بذلك بأسلوب مميز. قدم المسلمون في مطلع القرن الثامن للميلاد، وكحال جميع من أتى مدينة إشبيلية، دخل المسلمون عبر بحر الوادي الكبير وسلكوا ذلك الاتجاه، لأنه كان أول مسار اتبع لتوسيع رقعة الدين الإسلامي، حيث امتد الإسلام ليشمل معظم نطاق الإمبراطورية الرومانية. طمس معظم إشبيلية المورسكية نتيجة للحاجة الملحة التي جمعت التجارة الحديثة بالديانة المسيحية. أينما وجدت كنيسة كاثوليكية كان مكانها مسجد إسلامي، والذي بدوره كان يقبع فوق كنيسة أو معبد يهودي أو هيكل روماني. أنشأ المورسكيون حضارتهم الخاصة واحتوت كل ما كان حولها، لذا فالنتاج الذي تراه هنا هو مزيج مدهش، حيث ينشأ قوم على أنقاض قوم آخرين مجتبين إرثهم، وبالتالي يقدم كل جيل شيئا مبتكرا. الجيرالدا التي كانت مئذنة مسجد هي المعلم الباقي للمورسكيين، لكن الجزء الذي يعد أصليا هو الجزء السفلي، وقد تحول لبرج كاتدرائية. تعكس الجيرالدا حضارة إشبيلية والتاريخ الأندلسي، لكننا لن نستطيع الفصل بين الأقدام الرومانية والجسد العربي والرأس المسيحي، فإذا فصلت القدمين عن جسد أحدهم تعذر المشي، وإذا استبعد الجسد استحالت الحياة، وكذلك في حال استؤصل الرأس لن يتبقى إلا الموت. يشغل مكان المسجد الإسلامي القديم كاتدرائية من القرن الخامس عشر وفقاً لرغبة السلطة الكنسية ببناء على مستوى من الإتقان يصور بدقة مدى جنونهم. هناك صرح آخر يطلعون على إشبيلية المورسكية، وهو قلعة القصر التي لا تزال قصراً ملكياً حتى الآن. كان الجنرال فرانكو مقيماً فيها. إنها تعود للحقبة المسيحية، رغم أنها بنيت على يد المورسكيين ملوك إشبيلية عندما كانت عاصمة للأندلس.
دام تأثير المورسكيين طويلا بعد ذهاب حكامهم، حيث خلفوا وراءهم حضارة استهوت الغزاة الجدد، لكن الأهم هو أنهم تركوا أيضا الحرفيين القادرين على إبقاء ذلك الإرث على قيد الحياة. يطلق على هذا الإنجاز الذي نفذه فنانو العرب تحت إشراف النصارى اسم المظهر. عندما تم استرداد هذه الأرض كانت في أيدي المسلمين الذين كانوا تحت إمرة المسيحيين، وأولئك الملوك المسيحيون أخذتهم الدهشة بذلك الفن المعماري الذي ابتدعه المسلمون. التحفة الفنية هي واجهة قصر دون بيدرو التي تمثل النموذج الأصلي للصرح المورسكي الذي شيد لملك مسيحي. تمتزج القوالب والنماذج المسيحية والدروع الحربية بالنصوص القرآنية، فقد استخدم الملك الحرفيين المهرة من غرناطة وطليطلة، ما يعكس افتتان الحاكم الجديد بميراثه الإسلامي. في عهد المورسكيين كان نهر الوادي الكبير صالحا للملاحة حتى قرطبة، وليس طويلا بعد أن بسط المورسكيون سطوتهم انتقل مركز القوة السياسية إلى أعلى النهر. قرطبة التي تعد الآن العاصمة الإقليمية المتواضعة كانت فيما مضى ولعقود عدة المدينة الثانية في أوروبا، وكان المسجد الجامع في قرطبة ولا زال مصدر فخر وعظمة للمدينة. يعد هذا المسجد أحد أكثر المباني روعة في إسبانيا المورسكية، وهو وصف معماري دقيق لما كانت عليه إسبانيا في عهدهم. ما تراه هنا هو مجموعة من مواد البناء أخذت من هياكل رومانية وكنائس تعود للقوط، وأخذ المورسكيون تلك الأجزاء الصغيرة وابتدعوا شيئا مختلفا بشكل جذري. يظهر هذا النموذج مسجد قرطبة فور إتمامه في القرن الحادي عشر، حين شمل استعراضا للبوابات التي تفضي إلى الحدائق خارج المسجد، وهو مشهد يمكن رؤيته عبر غابة من الأعمدة الداخلية. إنه أهم مسجد في المدينة، حيث اعتاد الناس أداء صلاة الجمعة فيه، ما أوجب توسعة المكان لأكبر عدد ممكن من الناس. الأمر المدهش الآخر هو الأقواس الحمراء والبيضاء المتراصة فوق بعضها بعضا بأسلوب مبهر أخاذ وعملي معا. ما تراه في هذا المسجد هو الأقواس المزدوجة، أي أن هناك قوسا على رأس آخر للحصول على أسقف أكثر ارتفاعا، لأنهم كانوا يستعملون أعمدة قديمة من المعابد والكنائس التي وجدوها هنا، ما حتم الحصول على سقوف أعلى وبالتالي توفير حيز أرضي أكبر للمصلين. لم يكن مسجد قرطبة نتاجا لإيحاء مفاجئ بالكامل، حاله حال أغلب المباني العظيمة، وتمت توسعته وتعديله على مر الأجيال. على مر تلك العصور من فكت تشع جوهرة متألقة، ألا وهي المحراب الذي يعد بؤرة العبادة في المسجد. وفي هذا المكان يقبع المحراب محاطا بإطار من أعمدة القوط الغربيين التي أعيد تصنيعها، ويعد بشكل مبسط قوة في الحائط تشير إلى اتجاه مكة المكرمة. كان قادة إسبانيا المسلمون في القرن العاشر الميلادي يعون بشدة ارتباطهم بسوريا وطنهم الأم الذي ينتمي له فاتحو إسبانيا في القرن الثامن، وتاق أولئك لاستحضار تلك الصلة بتراثهم من خلال إعادة زخرفة المحراب في مسجد قرطبة الجامع بزجاج فسيفسائي يحاكي ذلك الموجود في مسجد دمشق في سوريا وقبة الصخرة في بيت المقدس، كما توجد نقوش بالذهب على شكل صفحات من القرآن الكريم تظهره بأسلوب مميز.
لكن مسجد قرطبة لم يكن دينياً بحتاً. مسجد قرطبة مسجد منقطع النظير بوظيفته الرئيسة، ألا وهي احتواء المدينة بأسرها بين جنبات جدرانه. فلم يكن المبنى مقتصراً على كونه مكاناً للصلاة فقط، بل اعتاد الناس الالتقاء فيه لمناقشة شؤون السياسة والاقتصاد. وكان المقر الذي تتلقى فيه كتائب الجيش الرسائل التي تأمرهم بالخروج للقتال أو تعلمهم بانتهاء الحرب. خلال كل تلك الجلبة اهتم المورسكيون بشكل كبير بمداخل المسجد. أقدم تلك البوابات هي باب الوزير التي قدمت النموذج المحتذى عند بناء المداخل الأخرى في عمليات توسيعة المسجد. ما تجده الآن هو مدخل رئيس يعلوه قوس على شكل حدوة حصان، والطريقة التي صممت بها الخطوط لا تجعلها تشير إلى مركز الممر القوسي فحسب، بل إلى القعر أيضا، ما يخلق تأثيرا يشبه شروق الشمس أو غروبها. حول ذلك الممر الدائري ترى قالبا مربعا، فالمعماريون العرب أحبوا التلاعب بالأشكال الهندسية الدائرية والمربعة وإقرانها معا. على قمة ذلك القالب المربع نجد المداخل القوسية المتشابكة كالستار، وفوقها تماما ما يشبه الأسوار فوق القلاع، فالبعض يقولون إنها بنيت لتجعل المسجد يظهر كقلعة من الإيمان. حتى في أوج نفوذهم رفض المورسكيون المداخل المهيبة، مفضلين الأبواب الجانبية المتواضعة، فقد كانوا يخشون النهايات العنيفة، لذا بنى أحدهم ممرا قوسيا يمتد لموقع قصر الحاكم أو الأسقف في الوقت الراهن، وبذلك أمكنه زيارة المسجد دون الخوف من القتلة المأجورين. بعيداً عن أمجاد المحراب والأقواس الحمراء والبيضاء، هناك كاتدرائية مسيحية شيدت داخل مسجد مورسكي إسلامي، ويمكن اعتبار ذلك رمزاً لانتصار النصرانية. ومن منظور آخر، مجرد جولة ثانية من ملحمة تاريخية يحل فيها القوط الغربيون محل الرومان، ويبني المسلمون على أنقاض القوط، وبعدها يحل الكاثوليكي محل الإسلامي. لم يخلو هذا من الجدل حتى في القرون الوسطى، فالإمبراطور تشارلز الخامس الذي أطلق الكاتدرائية أرعبته النتائج، ويقال إنه أخبر السلطات الكاثوليكية قائلا: لقد أخذتم شيئا فريدا واستبدلتموه بآخر يمكن رؤيته في أي مكان، لكن ربما علينا أن نكون ممتنين لذلك. لا يزال مسجد قرطبة قائما نتيجة لتدخل المسيحيين، ولولا ذلك لكان هذا الصرح مجرد أثر مدمر أو مبنى مهجور. فالكاتدرائية كما هي عليه الآن تعتبر قطعة هندسية مؤثرة، لأنها بمجملها تحترم المسجد القديم بكل تفاصيله. الفناء الخارجي الذي يأخذ شكل شجرة برتقال مدعاة للعجب، والأقواس حول المسجد التي كانت مفتوحة أغلقت بالطوب، وتوسلات المسلمين بأن يحظوا بمدخل ليتمكنوا من الصلاة في المسجد لم تلق آذانا مصغية. فأي صرخة مدوية هذه بعد أن أفل نجم القوة الإسلامية؟ كانت تلك ذروة النفوذ السياسي والثقافي المورسكي في الأندلس، واستمر ذلك العصر الذهبي طيلة القرن العاشر. وكان الأمير عبد الرحمن الثالث الشخصية الأبرز آنذاك، حيث ساعدته انتصاراته أمام المسيحيين في الشمال على استحقاق لقب الناصر أي الظافر. كان عبد الرحمن الثالث أحمر الشعر واللحية لأنه لم يكن عربيا صرفا، فوالدته كانت من مدينة نافار وجدته من شمال إسبانيا، وتوجب عليه صبغ لحيته ورأسه باللون الأسود ليبدو أشبه بالعرب ويأخذه الناس على محمل الجد. لكنه كان جادا بشأن نفسه بشكل كاف ليظفر بلقب الخليفة، وهو لقب عظيم الشأن في عالم تسوده روح المنافسة. مصاحبا لذلك جاء الوعد الإلهي بالحياة الأخيرة في جنة الفردوس، لكن ذلك لم يكن كافيا لعبد الرحمن الثالث، فبنى الحدائق ليوجد الفردوس في الأرض. لا تزال وفرة الحدائق المورسكية جلية في كل مكان في الأندلس، فكل زقاق مظلل بشجر الكرمة،
وكل فناء يفيض بالبتلات والأوراق، وفي كل ركن تجد الماء الذي يرطب الهواء وينعش الروح عند تبخره. لكن إذا كان المورسكيون متميزين في مجال البستنة فقد فاقوا ذلك في الزراعة. كانت في هذه البقعة ثورة خضراء أثناء حكم الأمويين في قرطبة، فهناك أمور كثيرة نعتبرها مسلمات في الغرب المعاصر والتي تنسب لإسبانيا المورسكية، بدءا من البرتقال والخرشوف والليمون والباذنجان والأرز والدقيق الجاف الذي يمكن استخدامه لعمل المعكرونة، حيث ينمو بشكل أفضل في الظروف الجافة ولا يفقد جودته، وكان ذلك ذا علاقة بتحسن نظام الري في إسبانيا. حتى في أعالي جبال سيارا نيفادا استحدث المورسكيون نظاما متقدما للري، وحولوا آلاف الهكتارات إلى أراض زراعية خصبة، ولا تزال بعض القنوات والأحواض المورسكية مستخدمة الآن وعلى مستوى من الإتقان والملائمة، لدرجة أن التغيير الوحيد الذي طرأ عليها إثر التقنية الحديثة لم يتعد استبدال السدود الرملية بسدود ذات بوابات مزودة بصمامات معدنية. كان نهر الوادي الكبير في زمن المورسكيين عميقا ومتدفقا في جنبات قرطبة. تقع الساقية التي أعيد بناؤها أسفل الجسر الروماني باتجاه مجرى النهر، وفي عهد المورسكيين كان هناك أسطول كامل من النواعير على امتداد النهر. أدار تدفق النهر الغزير تلك السواقي رافعا القدور الممتلئة بالماء للأعلى، حيث كانت تفرغ في قنوات تحمل بدورها الماء للمدينة. والمؤسف أن فتنة التدرب على استهداف تلك الأواني الخزفية من قبل فتية قرطبة كانت لا تقاوم، فلم يسلم سوى وعاء يتيم. لم تكن قرطبة مجرد مركز للفن والثقافة بل للتجارة والصناعة، حيث قام اليهود بمعظم تلك الأعمال، فكل الأجزاء القديمة من المدن كانت تحوي أماكن مأهولة باليهود وتحمل الأسماء التي تشير إلى الحرف التي ازدهرت هناك. كان اليهود يحتلون مكانة متواضعة تحت لواء القوط الغربيين المسيحيين، ما قلل حظوظهم عند اقتسام الموارد والامتيازات. مع قدوم العرب ارتقى اليهود من حيث المرتبة، فأصبحوا نتيجة لذلك حلفاء كتائب الجند العربية الفاتحة، وحافظ اليهود على تلك المكانة على مر العصور الوسطى على الأقل حتى نهاية القرن الثاني عشر الذي شهد انطلاق الحملات الصليبية التي غمرت منطقة المتوسط. لم يكن اليهود والمسيحيون الوحيدين الذين احتلوا مرتبة اجتماعية ثانوية تحت حكم المورسكيين، بل انحنت النساء أيضا لسطوة الرجل، لكن بعض نساء المسلمين تمكن من شق طريقهن إلى القمة. كانت لبنى خطاطة ماهرة وعالمة رياضيات مرموقة في القرن العاشر في قرطبة، حيث كانت مسؤولة عن أحد أهم مراكز التعليم في مكتبة الخليفة الحكم الثاني. وبعد قرن اعتلت ولادة بنت المستكفي الأموية هرم الشهرة، حيث عرف عنها تجولها في شوارع قرطبة بقصائدها الهجائية مرتدية ثيابها المطرزة. وكانت حفصة الراكونية في غرناطة شاعرة ومعلمة تمتعت بتأثيرها الكبير على الحكام المحليين. وفي إشبيلية كانت الفيلسوفة وعالمة القانون والأكاديمية فاطمة بنت المثنى معلمة تتلمذ على يدها الفيلسوف المورسكي العظيم ابن عربي، الذي أثر بأعظم العلماء الموسوعيين المورسكيين وهو ابن رشد. كان ابن رشد أحد عمالقة المفكرين في قرطبة، فكان عالم فلك وقانون وفيلسوفا وطبيبا ومستشارا للملوك، والمدهش أنه في وقتنا هذا معروف عند الغرب أكثر منه في العالم الإسلامي، وذلك لتأثيره الهائل في الفلسفة الغربية ومحاولته إقران المنطق بالعقيدة. فكيف نفسر أننا مسلمون أو مسيحيون
ونؤمن بالقوة الإلهية في خلق الأرض، ثم نأتي لنقرأ لأرسطو ونقول إنه يمكننا فهم العالم بمجرد النظر إليه ومراقبته. من الواضح أن مثل هذه الأضداد لا تلتقي بشكل منطقي. رغم أن ابن رشد ليس أكثر من اسم بالنسبة للإسبان، كان أثره على علوم الطب في ذلك الوقت بالغ الأهمية. حين فتح المسلمون إسبانيا، اقتصر الطب المسيحي على سلسلة من كتب الوصفات الطبية والمضادات ذاتية الصنع، ولم يكن هناك فهم دقيق للجسد أو حتى لكيفية عمل الأدوية، كما كانت الأدوية المستخدمة والتقنيات الجراحية محصورة جدا. كانت إسبانيا المورسكية متقدمة على بقية أوروبا طبيا، واستمدت ذلك من الإغريق، لكنها كانت أيضا نتاج عملهم الخاص، فقد ترجموا أعمال علماء الصيدلة أمثال ديسقوريدس وغالينوس، وتفحصوا خصائص النباتات الطبية وطوروا تقنيات الجراحة المختلفة. في هذه المتاحف هناك نماذج لأدوات جراحية اعتاد المورسكيون استخدامها، وهي تشبه إلى حد ما الأدوات المستخدمة في هذا العصر. قدم المورسكيون مجموعة كاملة من التقنيات الجراحية تضمنت الجروح وكيفية التعامل مع الداخلي منها، وإعادة الأحشاء الداخلية بطريقة تمكن المصاب من النجاة. عندما قدم الصليبيون إلى الأرض المقدسة، دهشوا بقدرة الأطباء العرب الفائقة في التعامل مع الإصابات والجروح. أحد أولئك الأطباء كان موسى بن ميمون القرطبي، الذي كان طبيب صلاح الدين الأيوبي، وولد لعائلة يهودية، وتعلم الطب على يد المورسكيين الحاكمين آنذاك، واستمر ليصبح في صدارة أطباء وفلاسفة القرون الوسطى. لم تكن جميع الكتب في العلوم الطبية بيد المورسكيين الإسبان، فكم هائل منها جاء من كل أنحاء العالم. امتلك المورسكيون في إسبانيا موسوعة هائلة تعادل عشرة أضعاف ما كان موجودا في أوروبا والغرب. فالقانون في الطب لابن سينا وحده يستغرق الاطلاع عليه عاما كاملا على الأقل، نظرا لحجمه الشاسع. عندما استعاد المسيحيون السيطرة على إسبانيا، فوجئوا كثيرا بالحضارة الطبية المزدهرة فيها، وأرادوا ترجمتها لغير المتكلمين باللغة العربية، أي المتحدثين باللاتينية. وبناء على ذلك تم القيام بترجمة أعظم الأعمال الطبية المكتوبة والموثقة في إسبانيا إلى اللاتينية. كما جلب المورسكيون معهم الآلات الموسيقية. يمكن تتبع التأثير المورسكي على الموسيقى الإسبانية إلى اختراع النوتات والرموز الموسيقية في القرن التاسع على يد المفكرين العرب التي قلدها الغرب بعد ذلك. أحضر المورسكيون معهم آلات موسيقية عدة كالربابة، وهي أداة مقوسة تشبه آلة الكمان، كما جلبوا النايات المصنوعة من الخشب وآلات نفخية مزدوجة والكثير من آلات الطرق كذلك. لكن الآلة التي كانت تعد ملكة الآلات الأخرى جميعاً هي العود. أنجب العود آلة البزق، والتي بدورها أنجبت القيثار. ابتدع القيثار الحديث من البزق الذي كانت له في الأصل أربعة أوتار، ثم جاء الموسيقي إسحاق الموصلي إلى قرطبة وأضاف وتراً خامساً لهذه الآلة. كانت الأوتار الأربعة ترمز إلى أربع دعابات، وما فعله ذلك الفتى أنه أضاف وتراً خامساً يرمز لما كان بنظره مفقوداً وهو القلب البشري، ثم أضيف الوتر السادس ليتكون القيثار كما نعرفه. مكن القيثار العازف من نقر أوتاره لإنتاج نغمات متفاوتة، بينما في السابق لم تكن لدينا سوى نغمة العود البسيطة والترانيم الوترية الرقيقة الخاصة بآلة البزق، لكن القيثار استطاع إدخال الإيقاع إلى الموسيقى.
يعد القيثار الأداة الأشهر المتعلقة بالمورسكيين، لكن إسبانيا تعرف بشكل أفضل بحضارة موسيقية أكثر أصالة. حكم الموحدون المحافظون إشبيلية وحثوا على تدمير الآلات الموسيقية، لكنها اليوم المدينة التي يحتفل فيها كل ليلة بتراثها الموسيقي وجذوره في الأندلس المورسكية من خلال رقصة الفلامينغو. كانت كلمة فلامينكو في الإسبانية تعني طائر البشروس البحري، وهناك نظريات كثيرة تفسر كيف ألهمت حركات البشروس رقصة الفلامينكو. هناك جدل فيما يخص تأثير المورسكيين في هذه الرقصة، فالفلامينكو مزيج من كافة النماذج الموسيقية، حيث تحتوي على تأثيرات بيزنطية وشمال إفريقية ويهودية ومن الفولكلور الأندلسي، ومن الجلي أنها لا تخلو من التأثير الغجري. هناك أوزان موسيقية في الفلامينكو مثل النغمة ذات الاثنتي عشرة ترقيمة الشائعة في الأشكال الموسيقية في شمال إفريقيا. والقدر الذي يمكن نسبته للمورسكيين من هذه الرقصة يصعب تحديده، لكن بالتأكيد هناك قدر ما. يمكن تتبع أصول رقصة الفلامينغو إلى المورسكيين، لكن الحضارة الإسلامية بلغت أوجها في القرن العاشر، أي بعد 200 عام من مجيء المورسكيين. كان ذلك عندما منح حاكم قرطبة نفسه لقب الخليفة وسيطر على شمال إسبانيا، وقام عبد الرحمن الثالث أقوى ملوك قرطبة بمحاولة لإقامة نظام بيروقراطي مورسكي متنام في مكان واحد، لأن حاجات السكان المتزايدين بثبات كانت قد فاقت قدرة مدينة قرطبة. بدأ الخليفة عام 936 ببناء مدينة قصره على أطراف ضواحي قرطبة، وأطلق عليها مدينة الزهراء. يقال إن هذا الاسم مستمد من اسم أحب جوار الخليفة إلى قلبه، وهي أسطورة تبعث السكينة، لكن لطالما شكك بها، وما تراه اليوم لا يتجاوز عشر الزحف الذي هيمن على الريف المترامي. كانت مدينة الزهراء منزلا لأكثر من 20,000 من رجالات الدولة، واستنزف بناؤها أكثر من ثلث ميزانية الدولة، وكان المغزى منها إثارة الدهشة والإعجاب، ولا شك أنهم حققوا مبتغاهم. لدينا بيانات ووثائق للدبلوماسيين والمبعوثين المسيحيين الذين زاروا مدينة الزهراء التي أبهرتهم بروعة تصميمها. لقد بنيت على غرار مسجد قرطبة، لذا نرى القوس على شكل حدوة جواد والخطوط الحمراء والبيضاء، إنها كشعار يرمز إلى إسبانيا المورسكية. ففي ذلك الوقت كنت تجد في كل ركن في إسبانيا ما يشبه الأقواس الذهبية لماكدونالدز، وكانت الأقواس والخطوط البيضاء والحمراء شعارهم. التحفة الأخرى التي شيدت عام 953 هي صالون ريكو، الذي قدم تحت تلك العلامة حضوره الرسمي، وكان نجم العرض بركة زئبقية ليست بعيدة من هنا، حيث كانت جذوع الأشجار تعكس أشعة الشمس الفضية المتوهجة في أرجاء الحجرة. وما نراه من هذا البهو هو نتاج بحث شاق، فقد حرص علماء الأثار على ألا يرمموا سوى ما كانوا يعلمون علم اليقين أنه صحيح. من أكثر المشاهد غرابة في مدينة الزهراء الحمام الوحيد الذي رمم في القسم المعد للسكن، حيث كانت مغاطس الاستحمام غير مألوفة. يوجد في مدينة خاين حمام مورسكي كامل نبش وأعيد بناؤه. هنا كما في كافة أنحاء إسبانيا المسلمة يعد المغسل أحد مرافق المسجد، حيث كان استخدامه للوضوء قبيل صلاة الجمعة. كان الناس يغتسلون برشق الماء على أنفسهم ثم البخار والتجفيف،
وكانت الحمامات مزودة بمجموعة من القنوات التي تحمل الماء من ينابيع المياه الحارة، وكانت هناك حمامات باردة ودافئة وساخنة وغرف لارتداء الملابس أسفل الكوة التي تأخذ شكل النجمة الثمانية المألوفة في الحمامات المورسكية. كانت تلك النجوم شغفاً لا يخبو بالنسبة للمورسكيين، فقد كدسوا الكثير من المعرفة في مجال علم الفلك كما تفوقوا في الرياضيات، فالجبر كلمة عربية. مع كل ذلك وإلمامهم بالهندسة التي أنقذوها من الزوال بعد الإغريق ونظام الأرقام المستعار من الهند، حققوا نتائج مذهلة. أحد أفضل الأمثلة على تقدمهم هو الآلة المسماة بالإسطرلاب الفلكي، وتستخدم في نشاطات رياضية أساسية مثل التنبؤ بالوقت، لكنها تقوم بذلك دون تقنية عمل الساعة، بل من خلال وسائل فلكية تتلخص بقياس النجوم في السماء وارتفاع الشمس أو النجم عن مستوى الأفق. لهذا الجهاز ما يشبه القاعدة الرياضية، وفي نهايتها بعض الثقوب الدقيقة التي تدخل من خلالها أشعة الشمس، وتستخدم بتقدير ارتفاع الشمس عن خط الأفق، وعندها يمكنك تحديد موقعها على الجانب الآخر الذي يحوي بشكل أساسي خريطة للنجوم. وبإدارة هذا الجانب يتم تعيين موقع الشمس أو النجم في السماء، وأخيرا يتم تحديد الزمن بالساعة. شيء كهذا مصمم للاستخدام في أماكن متعددة من العالم، فيمكن استخدامه في مكة المكرمة أو إسبانيا على حد سواء. لكن هذا العصر الذهبي للأندلس كان قد بدأ يفقد بريقه، حيث أدى التهديد المسيحي من الخارج والصراعات السياسية الداخلية إلى تداعي الخلافة. قرطبة بحد ذاتها حل بها داء الفوضى العارمة، لأن نظام الخلافة نفسه لطخ اسمه وتدهورت سمعته. بدأت الأمور تتداعى في المناطق الحدودية، فأحضروا المرتزقة من شمال إفريقيا وتمركزوا في قرطبة، وجن جنونهم وبدأ السلب والنهب، وبدأت المدينة تنهار. أدى ذلك إلى أن ممالك شتى بدأت بالاستيطان في إسبانيا المورسكية، وانفصل العامة عن المعترك السياسي في قرطبة، حتى إن بعض القرى الصغيرة قررت أن تستقل بكل بساطة كممالك بحد ذاتها بعيدا عن قرطبة. سرعان ما سقطت قرطبة وإشبيلية وكافة الممالك الحديثة في قبضة المسيحيين، وانتهت قصة الأندلس في مدينة غرناطة بسلالة حاكمة خلفت وراءها صرحا باقيا للحضارة العربية، ألا وهو قصر الحمراء. كان بنو النصر آخر سلالة إسلامية حكمت الأندلس، وبنى أول سلاطينهم محمد الأول حصنه المنيع على رأس تلة بعد أن استولى على المدينة عقب مناوشات مع فصائل مقاتلة عام 1237، ووجد عددا من الحصون فقام ببناء سور يحيط بالحمراء لحمايتها. كانت أوقاتا دامية في إسبانيا في القرون 13 و14 و15، حيث كان البقاء للأقوى، فقد تواجد تهديد الملوك المسيحيين على الجبهة الشمالية وخطر سلاطين الخوارج في المغرب العربي، كما كانت فترة ضيق اقتصادي في القرن 14 الذي كان الطاعون سمته، حيث أتلف اقتصاد غرناطة. وسط سفك الدماء نهض مبنى غاية في الجمال، وتستقبلك عند دخول القصر قاعة الريان بجدارها الخلفي المترف بالزينة والعوارض الخشبية. المواد المستخدمة في قصر الحمراء رائعة جدا، وتخلق تأثيرا شبيها بالزينة فوق قالب حلوى، لكن تلك المواد والملصقات زهيدة الثمن، ويكمن السبب وراء ذلك في أن ملوك بني النصر الذين شيدوا قصر الحمراء كانوا ضعفاء سياسياً واقتصادياً، وكانت إمكاناتهم متواضعة ولم يستفيدوا مما كان في جعبتهم. صممت البوابتان لتكون مضللتين، حيث يقود المدخل الشمالي إلى القصر، فيما يفضي الآخر إلى السفاحين أسفل سلسلة من الأزقة الحالكة الظلمة. لكن الملك محمد الخامس الذي قام ببناء هذا المكان وجد عائما ووجهه للأسفل في أحد برك القصر.
أقدم الأجزاء الناجية من هذا التركيب المعماري هو القصر المخاضبي الذي يعود للقرن الرابع عشر. على إطلالة من توري دي لاماس كان مزخرفاً بترف عارم، لكن تلك الحجرات كان لها فيما مضى ملاك من الخاصة في القرن التاسع عشر، وتمكن مصمموها من تدمير كل ذي قيمة داخلها. يبدو هذا الفناء المزين بشجر الأس كما كان في القرن الرابع عشر، باستثناء أن ذلك السياج من الشجيرات التي ترتفع لتحجب المشهد ما كان ليكون بهذا الشكل في ذلك الوقت. عليك ألا تمشي حول قصر الحمراء مهرولا، بل يجب أن تجلس، لأن المهندسين المعماريين صمموا النوافذ بشكل منخفض، وبذلك صممت المناظر في الخارج لمراقبتها من وضع الجلوس أرضا من الداخل. قاعة الأسود هي البؤرة المحورية في قصر الحمراء، وتقع تماما في المنتصف، وهي مثيرة للمشاعر، حيث تقبع على غلاف أي كتيب مع الأدلاء السياحيين، لكننا لا نزال نجهل الغرض منها، فربما كان سياسيا أو دينيا، لكن المرجح أنها خليط من الاثنين. كان الأسد رمزا للملكية والقوة منذ العصور الغابرة، وقد امتلك العديد من الملوك القدامى أسودا حقيقية وأخرى منحوتة في الصخر في كنف عروشهم أو في أرجاء قصورهم. من المؤكد أن الأسود في قاعة الأسود في غرناطة داخل النافورة تستحضر الملك والجبروت لملوك بني النصر. هناك اعتقاد قديم بأن قاعة الأسود كانت لسلطان بني النصر والمكان الذي كانت تقطنه نساؤه، لكنني لا أرجح ذلك، بل أرى أن هذا المكان كان كلية للإعداد الديني رغم أنه لا يعطي هذا الانطباع، لكن هذا كان الشكل الذي تأخذه المعاهد لتعليم العقيدة في تلك الفترة الزمنية في المغرب. بينما تمشي حول الحمراء اليوم تجدها كالحجر الرملي الباعث للبهجة، وقورنت قاعة الأسود بحديقة الزن البوذية الصخرية، ويظهر هذا القصر غاية في التواضع والبساطة. لكن إذا عدنا للقرن الرابع عشر عند إنشائه، فيمكننا رؤية التصميم الباذخ والطلاء المتوهج، مما يظهره كقصر في ديزني لاند، مع فارق وجود العديد من المنسوجات والأقمشة. كان إنتاج المنسوجات الحريرية أحد الفنون في حقبة بني النصر، وكانت تصاميم تلك الأقمشة تحاكي تلك الموجودة في قصر الحمراء. بمجرد دخولك هذه الساحات تتهادى إلى ناظريك تلك الزخرفات الجبسية وأعمال القرميد الرائعة التي تكسو المكان. في البداية يتعذر على الناظر استيعاب ذلك، وإن أمعنت النظر بالنقوش والزخارف لساعات سيبقى صعبا على العقل تصور هذا الإبداع. تتكون الزخارف من ثلاثة عناصر، أولها الأشكال الهندسية التي توظف النجوم والمربعات، ثم تصاميم الأرابيسك أو التوريق المكسوة بنقوش لنباتات ملتفة، وأخيرا زخرفات الخطوط والكتابات. الكتابات في قصر الحمراء غاية في الأهمية، فأجزاء كبيرة هنا تبدو ككتاب حجري ضخم، ولابد للقادر على قراءة تلك الرموز من استنباط شيء ما. هناك العديد من الرسائل المرمزة بين طيات النقوش المترامية بأرجاء الغرف البعيدة عن مجالس البلاط الملكي. أما في البهو الخاص بالسفراء فقد تم تصوير النعيم في جنبات السقف، ولخلق انطباع يطيح بالأذهان هيأ السلطان عرشه في كنف كوة كالمحراب، إضافة لنافذة خلف العرش تتدفق منها أشعة الشمس بشكل يخلب الألباب. كانت هذه البقعة غارقة في اللذة والشهوات، ويمكنك أن تشهد ذلك في قصر الحمراء. يشعر المرء بأن أولئك القوم كانوا يعلمون أنهم على مشارف نهاية حقبة من الزمن، فقد تعاطوا الحشيش والخمور، وهي أمور محرمة في الإسلام، لكنهم تغاضوا عن كل ذلك. على نفس الوتيرة عرف عن حكام وملوك غرناطة المورسكيين قبول الغواني كهدايا ممن يدينون لهم بالمال، وهكذا انغمسوا في كل أنواع الرذائل، ما يجعل من الممكن وصف هذا المكان في ذلك الحين بلاس فيغاس الأوروبية.
وفي عام 1492 احتلت غرناطة الجيوش المسيحية لفيرديناند وإيزابيلا. تمكن المسيحيون من الاستيلاء على الأندلس مستعينين بمصادرهم الضخمة، فمن المعروف أنه ليس المسيحيون الإسبان وحدهم من جابها المورسكيين، فقد ساندهم أيضا المتطوعون الفرنسيون والإنجليز الذين تدفقوا لإعانتهم مسلحين بتقنياتهم العسكرية الجديدة المدعمة بالبارود. تحمل إحدى بوابات قصر الحمراء وهي البويرتا دي لا جوستيكا نقوشا تصويرية توضح اعتقادا قديما يقول إنه بمجرد أن تضع فاطمة يدها على المفتاح سينهار قصر الحمراء، ورغم أن أولئك الفاتحين وضعوا إضافتهم المسيحية حائلا بين يد فاطمة والمفتاح، فإن المدينة بقيت بعيدة المنال عنها. كان الفاتحون الجدد مولعين بدمغ انتصارهم فوق الرموز المسلمة، ففي إشبيلية قام هؤلاء ببناء أضخم كنيسة قوطية فوق مسجد للمسلمين، كما نصبوا قصرا مسيحيا فوق أحد قصور أسلافهم المورسكيين المسلمين. وفي مدينة قرطبة شيدوا كاتدرائيتهم الخاصة داخل مسجد وأقاموا قصرا فوق قلعة القصر المورسكية، لكنهم في غرناطة كانوا أقل تدميرا إلى حد بعيد. عندما دخل فرديناند وإيزابيلا قصر الحمراء سنة 1492 اعتلت وجوههم لذة الظفر، لكنهم وجدوا القصر رثا. لكن ملوك الكاثوليك وعلى غير ما كان متوقعا تمتعوا بنفس ذوق المورسكيين في الحدائق والحياة، فكان أول ما قاموا به أن أحضروا الخبراء المسلمين لترميم المكان وإعادته إلى سابق عهده. وبشكل مشابه أول ما تلفظ به حفيدهما تشارلز الخامس كان يا له من مكان باهر، وعليه قام بكل ما هو ممكن لإبقائه شامخا وأزال قدرا ضئيلا لبناء قصره. بنى تشارلز قصره عام 1526 مستفيدا من الضرائب التي فرضها على المسلمين، ولم يكن متأثرا بمذهب عظمة المنتصر فقط، بل سئم البرد والرطوبة في قصر الحمراء فأراد شيئا يضم أساليب عصرية. استحقت النتيجة الكثير من الثناء رغم أنه لم يستطع الاستفادة من ذلك، فسرعان ما غادر غرناطة بعد التكليف بمهمة القصر ولم يعد بعدها. ورغم أن فرديناند وإيزابيلا كانا مستعدين للاستمتاع بمظاهر الحضارة الإسلامية، فقد رفضا أي ديانة غير الكاثوليكية، وكانت رسالتهم التحول عن المعتقد الديني أو المغادرة، وكان البحث الإسباني موجودا لتحقيق رغبتهم بأن يكون التحول كاملا. كانوا يعتقلون الناس لأتفه الأسباب، وألقوا القبض على المورسكيين لتناولهم الكسكس باعتباره إشارة لكونك مسلما في الخفاء ولم تتحول للكاثوليكية. على نفس المنوال كان زيت الزيتون يعتبر سيئا لأن المسيحيين استخدموا الزبدة في الطهي، وحدهم المورسكيين استخدموا زيت الزيتون. كان ذلك جنونا محضا، ولحسن الحظ أن زيت الزيتون كان أحد الأشياء التي سلمت من قبضتهم. بعد إشرافهم على المراحل الثلاث لإعادة غزو إسبانيا، صمم فرديناند وإيزابيلا على البدء بالغزو الخارجي، فمولا شابا يسمى كريستوبال كولون المعروف بكريستوفر كولومبوس. وظفت الغنائم والثروات التي أحضرها كولومبوس من العالم الجديد في خدمة إشبيليا، وكان الإرث المورسكي ذا منفعة، فقد بنوا أبراجا على جانبي النهر بحيث يمكنهم إزدال الحواجز بينها لتسد مجرى النهر وتحمي المدينة. فهيأ فرديناند وإيزابيلا أحد تلك الأبراج ليكون بيت المال المنيع الذي يستقبل الذهب القادم من الأمريكتين، ومن هنا كان اسم توري دي لورو أي برج الذهب. يرقد كريستوفر كولومبوس الآن في ضريحه على بعد كيلومتر عنها داخل الكاتدرائية التي ساهمت ثرواته بإنشائها، لكن ثروات إسبانيا لم تكن لتدوم. ظل عدد كبير من المورسكيين في إسبانيا لمئة سنة أخرى، لكنهم لم يغادروا حتى عام 1609 عندما طردهم الملك فيليب الثالث.
ما يثير السخرية هو أن النتيجة كانت تدهور الاقتصاد الإسباني، لأن المورسكيين كانوا على دراية بدقائق الأمور، سيما الزراعية منها، فقد كانوا يديرون أنظمة الري ويتقنون فنيات زراعة المحاصيل والعناية بها. كان هناك مثل متداول بين الناس آنذاك مفاده أن العمال المورسكيين يجب التمسك بهم لأنهم يساوون وزنهم ذهبا. لم يغادر المورسكيون إسبانيا أبدا، فلا زال هناك أثر ملموس بسوقهم المورسكي الإسلامي القديم في الأروقة الضيقة حيث تباع منتجاتهم الآن، ولا تنفك أوراق الشاي العربية تعرض للبيع في ظلال الكنائس. على بعد كيلومتر من قصر الحمراء على ضفاف نهر دارو افتتح أول مسجد جديد بعد أكثر من 500 عام. أثناء تجدد التوتر بين المسيحيين والمسلمين بني مسجد على سفح تلة مشرفة على قصر الحمراء، حيث يواجه المتعبدون القلائل وزعماؤهم العداء الذي أشعلته تفجيرات مدريد والإيحاءات بأن قوات القاعدة تطمح بنوع من إعادة البعث للأندلس في إسبانيا الآن. ما يدور من أحاديث حول الأندلس مجرد ترهات، فالتاريخ يبقى تاريخا، لكنهم جادون في محاولاتهم الاستمرار في الحلم بما حصل قبل 500 عام. إذا كان على المسلمين المساهمة مع إخواتهم في البشرية، فيجب أن يكون ذلك في وقتنا هذا عبر مجابهة التحديات العديدة والوقوف بوجه مشكلات هذا العصر. فرثاء الأمجاد الغابرة ليس إلا مضيعة للوقت. بشكل ما يبقى المسلمون أقل رومانسية بما يخص تاريخهم الإسلامي في الماضي من بعض المسيحيين، فهناك الكثير من المنظمات والنوادي والمؤسسات الثقافية القائمة بهدف إحياء الإرث الأندلسي، وجميعهم مسيحيون وليسوا مسلمين. أقرب ما يمكن أن يصل له الإسبان لحضارتهم المورسكية هو المهرجانات المورسكية والمسيحية الدينية، حيث يرتدي نصف سكان البلدة أزياء المورسكيين واضعين الريش على رؤوسهم، ثم يرتدي النصف الآخر ملابس المسيحيين، وأولئك أكثر جدية من نظرائهم. وقد يأتي العديد لزيارة المسجد أو يتوجهون إلى قصر الحمراء، وذلك مجرد تصوير للماضي المورسكي كديزني لاند، ليس إلا. It doesn't really go underneath the surface.